فضلنا هذه المرة أن تكون وجهتنا عبر الطريق الشمالي لمدينة عين صالح، الطريق المؤدي إلى الجزائر العاصمة مرورا بالمنيعة وغردايا. تشير الساعة إلى 6:00 صباحا، كان الطقس صافي مع برودة تتخللها نسمة الصباح وإشراقة الشمس المتوهجة. اللافت للانتباه في الطريق كثرة الانحرافات بسبب إعادة التهيئة، الأمر الذي يتطلب الحيطة والحذر أثناء السياقة خاصة في الليل. وجهتنا هذه المرة إلى منطقة امتزجت فيها الجغرافيا والتاريخ، فشكلت لنا معالم تجبر زائرها على الوقوف تأملا واعتبارا. إنها منطقة القطارة بإقليم عين صالح. تقع منطقة القطارة في الشمال الشرقي لعين صالح، وكما توضح الأقمار الصناعية هناك طريقان للذهاب إليها، الأول من عين صالح مرورا بفجارة الزواء على بعد 45 كيلومتر، ثم بعد ذلك مباشرة إلى القطارة مرورا بوادي المنقار ووادي الدياب على مسافة 60 كيلومتر تقريبا. أما الثاني من عين صالح فنأخذ الطريق الوطني رقم 1 من جهة الشمال حتى النقطة 70 كيلومتر، ثم الانحراف نحو الشرق مرورا بوادي الرجيم، ثم مطلق عين القاح، ثم واد حريشة، ثم تبقاتين، فالقطارة. يسمح لك الخروج في الصباح الباكر بمشاهدة الشمس وهي تخرج من عشها بين الجبال متجهة إلى كبد السماء، مشكلة فسيفساء من الألوان والمناظر. تحف الطريق في بعض المقاطع منه كتلات جبلية تفننت العوامل الطبيعية في الرسم عليها، مشكلة صورا لبعض الحيوانات كالأسد. تبعد القطارة من عين صالح عبر الطريق الوطني رقم 1 حوالي 140 كيلومتر، وهو طريق معلم يمكن لأي زائر الذهاب من خلاله. يشهد حركة مرور كبيرة باعتباره الطريق الوحدة الإفريقية. نظرا لحالة الطريق السيئة فضلنا أحيانا أخذ الطريق المحاذي له، أملا في الوصول مبكرا وتجنبا لارتفاع درجة الحرارة في الطريق. هنا عند النقطة 70 كيلومتر نتجه شرق الطريق الوطني رقم 1 عبر الطريق المتجه مباشرة إلى القطارة. منطقة القطارة
اللي تاع بر طريق قديمه اللي راح اللي فيها فيها المركز تاع البيرو تاع فرنسا بكري اللي كانت دار فيه الكازيره نتاعها، وشعب من طرق الطرقان تروح للمنيعه تروح ورقلة تروح لكل البلدان اللي راه من هنايا بشار القطره. الثانيه كان اللي تطلع من القطره تجيك هنا قبل ما راح القطره تجي للجلالي. الجلالي هذا ولي الله من اولياء الصالحين كان هنايا صلى تما كليه وراح. بعد تتاوت البلاد اللي بقى يا بطل عنصار عنصار بقى خدا الفقراء. هناك عدة أودية تقطع الطريق، وهي وادي الرشيم، مطلق عين القاح، واد حريشة، وتبقاتين. يبدو من خلال ما شاهدناه أن نقص الأمطار هذه السنة أثره واضح على جريان الأودية، ويظهر هذا بشكل واضح في غياب قوافل الجمال التي كانت لا تفارق هذه المناطق. هنا حيث صلى الولي الصالح سيدي الجلالي تبدأ الحدود الفعلية لمنطقة القطارة، وغير بعيد عن هذا المكان يظهر على اليمين مركز أو برج مراقبة لنقطة التفتيش الأولى للجيش الفرنسي قبل الوصول للمكتب العام التابع له. البوست هذا نتاع مجاور وقت فرنسا كانت الناس تفوت منها الطريق هذه الطريق تقطع الطريق تقطع القطاره. واش تقصد بالطريق المجابد؟ ماشي الطريق المعبد اللي تروح للمركز نتاع نتاع البوست تاع فرنسا اللي راحنا. كان شغل برج مراقبه هذا. المراقبه نتاع الطريق المجابد اللي ماشي الناس مشاو تطلع وتهبط. المكان رائع جدا كما تشاهدون، هناك النخيل بالرغم من شح الامطار. الطبيعة قبل قليل التقينا بقافلة من الجمال، والآن سنتجه إن شاء الله إلى القطارة في حد ذاته. شكرا. سوق سمت الطمادي باس احكام سيل الكون شو ديري لاني بلي
السلام عليكم. وصلنا إلى منطقة القطارة قبل قليل من الآن، مرينا على مركز مراقبة ثاني، وكان من خلال هذا المركز المراقبة يصعد الجميع إلى الطريق المؤدي إلى ورقلة. طبعا هنا تقف منطقة القطارة، لا يعني لا يوجد طريق هنا، فقط هذه هي حدود منطقة القطارة. كما تشاهدون للأسف وجدنا بعض النخيل المحروقة شعلت فيها النار، وبالتالي ننصح من خلال هذا المشهد ننصح جميع الرواد إلى هذه المنطقة الحذر الحذر من الأعلى، برج مراقبة ثالث، أو يقولون لنا نحن نسميه هنا بالبيرو، يعني كان عبارة عن كازيرن، سكنة عسكرية. ولا كما تشاهدون هناك يعني مياه عذبة في هذه المنطقة تنزل من الجبال، يعني هذا ليس أمر غريب، الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه العزيز، المياه تنزل من الجبال وتتجمع هنا، ماء ما شاء الله عذب، ما شاء الله نقي جدا صافي. هناك التمر أيضا، هنا وجدنا هناك بقايا من التمر، حلو جدا ما شاء الله. اتخذ المستعمر الفرنسي سلسلة من الحفر للنزول إلى الأسفل، معتمدا في هذا على نظام الساقية، حيث يسمح لهم هذا بالوصول في أقرب وقت في حال الاعتداء أو توصيل الأكل والمستلزمات وتبادل أعوان الحراسة. نسولك سؤال، هذا وشنو هذا الحفر هذا؟ هذا خنادق تاع الجيش الفرنسي اللي كان هنايا، يهبط من المركز تاعو من الكازيرن تاعو، يهبط في تحت النفق، يهبط من الفوق كاع من الكازيرن، من الكازيرن الى تحت النفق في هذا النفق هذا، يعني كان طريق تحت الجبل، داروا طريق تحت الجبل، تحت الجبل الى المكان اللي هذاك، وهذاك اللي هي بوست بوليس تاعهم اللي طالعوا اللي هابطين البوست بوليس تاعهم، واللي هي مركز المال، هي في ناخذ الماء. وهنا المنطقة خاصة، الشمس تغيب على الساعة الثالثة دائما في كل يوم، الشمس تغيب على الساعة الثالثة لأن ما قاش فيها الشمس، خلاص الشمس ما قاش فيها تغيب جهة ثانية. كما تشاهدون الآن نحن نصعد ونتسلق الجبل، يعني صعب الصعود إلى قمة الجبل، لكن لم يتبقى إلا القليل. كما تشاهدون الآن نحن في أعلى منطقة القطارة.
يظهر من خلال اختيار أماكن التمركز المستعمر أن الأمر لا يتم عشوائيا، بل عن طريق دراسة تأخذ بعين الاعتبار مجال المشاهدة والهواء وصعوبة الاختراق في حال الاعتداء. عند الاقتراب من المكان يبدأ التساؤل عن اليد العاملة التي استعملت في عملية البناء نظرا لصعوبة المنطقة. يقول رواد هذا الطريق أن هناك بناء آخر بنفس التصميم على بعد 200 كيلومتر اتجاه ورقلة يسمى بسيدي عبد الحاكم، كما أن هناك برج آخر بزرارة على بعد 110 كيلومتر من المنيعة في الطريق إلى غردايا يقع على بعد 40 كيلومتر شرق هذا الطريق. تتخذ القوافل القادمة إلى هنا هذا الطريق من أجل الصعود إلى الأعلى، وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى هناك. في بعض المقاطع منه لا يمكن لسيارتين المرور في نفس الوقت، الأمر الذي يتطلب الحيطة والحذر. هنا فضلنا الصعود بالسيارة لمشاركتكم الشعور الرائع أثناء الصعود والمشاهد الرائعة أيضا التي تحبس الأنفاس.
يلا غنت ديباس الزار سوق سمت الضما ديباس احكام سيل الكون شنديري لاني بليس يلا غنت ديباس الزار سوق سمت الضما ديباس احكام وختاما لهذه الزيارة فضلنا أن نختمها لكم بهذه المشاهد الطبيعية التي تختزل جمال الصحراء وتنوعها، تنوع في تربتها وهوائها وتضاريسها. إنها مدينة عين صالح.